بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. أحبابي المشاهدين في كل مكان، أبدأ كلامي اليوم في حلقتنا وأقول لكم والله إني أحبكم جميعا في الله، وأجدد معكم النية وأنتم جددوا النية معي مع كل من حولكم الآن، أيا كانت هيئتكم وأيا كانت ثيابكم وأيا كانت ألوانكم وأيا كانت أجناسكم وأيا كانت بلادكم ومدنكم وأيا كان الأهل الذين تعيشون في وسطهم، بالله عليكم فلنجعل هذه الدقائق المعدودة تعبدا لله سبحانه وتعالى. إزاي يعني؟ هنذكر تاني ونكرر ونقول، وكل مرة بنقول ولو قعدنا من هنا إلى يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى نقول ونجدد النية ونتعلم من أمره سبحانه وتعالى الذي علمنا، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإحنا دلوقتي بنتكلم وبندردش في برنامجنا أباء آخر زمن، وإنتوا بتسمعوا البرنامج فلنتعبد لله سبحانه وتعالى حتى بالسماء. النهاردة هناخد موضوع يعني كلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله مؤمنين بيه وعارفينه، وهناخده من مفهوم ومنظور مع أن احنا عارفينه، لكن هنقول من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هنقوله من باب التكرار لأن التكرار هو اللي بيعلم الشطار. هنتكلم على إيه النهاردة؟ هنتكلم على التوكل، وهسأل سؤال واضح جدا بسأله لنفسي أولا وبسأله لكم وانتم معايا، هل نحن حقا متوكلين على الله سبحانه وتعالى؟ وما هو التوكل اللي احنا عارفينه؟ وما هو التوكل اللي المفروض نبقى عارفينه؟ وهل اللي احنا عارفينه ينطبق مع اللي المفروض نبقى عارفينه؟ يعني ايه توكل؟ توكل هو اول حاجة مش لازم نعلمها لأولادنا، لازم اول حاجة احنا نتعلمها بداية حتى نتغذى بها فنؤمن بها فنعتقد بها فتكون حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى على توكل، ثم نعلمها لأولادنا. التوكل لو إن صح التعبير أو جاز التعبير يكون كالطائر الذي لا يطير إلا بجناحين. الجناحين دول اللي هنتكلم عليهم بدايتهم أي حد متوكل على الله يقولك إحنا متوكلين على الله. ليه يا عم متوكل على الله؟ عشان إحنا مؤمنين بالله. يعني إيه مؤمنين بالله؟ مؤمنين بأن هناك إله خالق جل شأنه، قادر عالم قدير، له من الأسماء الحسنى وهو مسبب الأسباب. اللي هنتكلم فيه النهاردة أن الله سبحانه وتعالى الخالق الذي نؤمن به هو مسبب الأسباب. يعني إيه؟ مسبب الأسباب هو خلق الأسباب، هو يستطيع أن يفعل ما يريد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن سبحانه يعلمنا سنن كونية بتعلمنا التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى. التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى نتعلمه مما نعرفه بإيمان كامل بأنه مسبب كل الأسباب، مسبب المطر، مسبب التبخر، مسبب القدرة اللي بتكون في الإيدين تبطش وفي القدم ولا في الرجل تمشي، مسبب الذهن أو العقل اللي يستوعب العلوم، مستوعب كل الفنون، مستوعب سبحانه وتعالى سبب الأسباب للرزق. الرزق اللي بيجي في عيالنا فنلاقي واحد أبيض وواحد أسمر، اللي نلاقي واحد بيتكلم لغات وواحد ما بيتكلمش لغات كتيرة زي التاني، بس في واحد وشه فيه القبول وواحد غير ذلك، اللي في واحد بيحفظ القرآن وواحد ما بيحفظش، بس في واحد صوته بالقرآن ندي تحب تسمعه واحد تاني لا، واحد تاني يؤذن الأذان وتتمنى أن تسمعه في كل وقت، واحد تاني لما بيدن تحس أنه عفوا يعني كأنه بيشتمك وهو بيد. إزاي يعني؟ لما يجي يقول حي على الفلاح، واحد يقول حي على الفلاح، تاني يقول لك حي على الفلاح، وبنسمعها ولسه حد بيقولها لي، ونفسي أعرف الجامع اللي بيدن فيه، بس كل يوم واحد الفجر أحس أنه بيشتمني في الأذان. ده رزق جاي من مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى اللي خلقنا وعلمنا وقال لنا بكل وضوح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بدأت الآية من عمل صالحا وانتهت بأحسن ما كانوا يعملون. طب هو مسبب الأسباب سبحانه، قادر إن هو يدينا كل حاجة، لكن مسبب الأسباب علمنا تعليمة مهمة جدا. إذا كنا فعلا وبحق مؤمنين بمسبب الأسباب، هنسمع اللي جاي ونتعلم منه. علمهولنا لما أمر السيدة مريم وهو يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة، بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كلنا بنسأل السؤال وهنسأله تاني ونكرره، مين الأقوى، المرأة في حالتها الطبيعية ولا المرأة في حالة المخاض الولادة؟ وإذا كانت المرأة الطبيعية اللي مش في مرحلة الولادة، يا ترى هي أقوى ولا راجل في سنها؟ ويا ترى لو راجل في سنها أقوى، هو أقوى ولا 20 راجل في سنه، 20 شاب قوي، يا ترى مين فيهم؟ يمكن 20 شاب هم الأقوى، لا شك كلنا نقول ونجرب 20 شاب هم أقوى. طب ما احنا عايزين نجيب 20 شاب ويجربوا يشوفوا على نص شارعهم ولا في بيتهم ولا في النادي ولا في أي مكان، وعايزين نشوف 20 شاب كده من الشداد الجامدين الأقوياء ويروحوا فورا كده عند نخلة، بس يجوا عند جذعها مش عند ورقها ولا ثمرها ولا حبات البلح اللي موجودة فوق في صباط البلح، لا عايزينهم ينزلوا عند الجذع اللي ملامس للتراب ويبدأوا يهزوا فيه ونشوف العشرين راجل هيهزوا ولا لا. احنا جربنا وخلينا الشباب يجربوا وخلينا الرجالة يجربوا، ما قدروش. طب ازاي؟ ده الله سبحانه وتعالى أمر السيدة مريم عشان يعلمنا الأخذ بالأسباب، لأن السيدة مريم مؤمنة إيمان يقيني بأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، فعلمها سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب. وده اللي خلى الرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا، وهو معلم البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو اللي أسس لنا أصول التنمية البشرية. والرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، راجل في المدينة المنورة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيصلي مع النبي في الجماعة في الحرم المدني في المدينة، ما شاء الله، ما هذا الإيمان؟ ده رجل من الصالحين، ربما أنه ولي، وربما أن الله أعطاه من الإيمان ما شاء الله الكثير الذي يذهب به في الدرجات العلية. يدخل الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دبته، يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ أعمل إيه؟ معايا دابة، حصان، جمل، حمار، أيا كان، نعمل إيه يا رسول الله لما نيجي نخش نصلي؟ نعقلها ونتوكل، نربطها يعني عشان ما تمشيش، ولا نسيبها ونتوكل؟ الفرق واضح جدا، إن عقلها فهو متوكل وإن تركها فهو متواكل. ده المفهوم اللي بنفهمه النهاردة وعايزين نعرفه. يا ترى إحنا فعلا متوكلين على الله سبحانه وتعالى؟ حق التوكل اللي بنتعلمه لو توكلتم على الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر واضح للرجل، اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل مفهوم لابد أن نتعلمه تعلم يقيني، ومش هنقول نحطه حلق في ودننا، ده يبقى حياتنا كلها، يبقى كياننا من جوانا، يبقى الدم اللي بيجري في عروقنا. إذا كنا حقا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، فمن كمال الإيمان الإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بالأخذ بكامل هذه الأسباب. ناخد بكامل الأسباب ونتعلم إزاي ناخدها. ناخد فاصل ونرجع نشوف إيه كمان من الأخذ بالأسباب.
عيادات الصحة التخصصية صحتك تهمنا. العنوان: مجمع الموردي، محطة مترو السيدة زينب، تليفون رقم 011-320-22 أو 011-789-01 أو 011-789-00. بسم الله، رجعنا بعد الفاصل نواصل ونعرف الموضوع بتاع التوكل. والتوكل اللي احنا بنقول مش نلبسه ولا نحطه حلق في ودننا، اللي المفروض يبقى حياتنا كلها. حياتنا كانت لها نماذج، ومن ضمن النماذج نموذج فتى صغير يقف ويصلي في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف بكل خشوع وإيمان، يشاء من وجهه النور كالبدر، بدر منور، منور مش منور، يهبط منه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الرضا والصفاء والقدرة والقوة الحقيقية ما شاء الله اللي ربنا جعلها فيه ليجذب الأنظار. ودخل عليه رجل داخل يصلي في حرم نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشد نور سبحان الله رباني نحو هذا الفتى، الولد اللي واقف يصلي. الرجل ما شاء الله شاف الفتى كأن يعني الله سبحانه وتعالى جعله سبب انه يعرف مين الولد دوت وابن مين. استنى لما صلى وهو يتابع صلاته في خشوع كامل وفي ايمان كامل، في ركوع وسجود وقيام وتشهد وتسبيح، تمنى ان يرى مثل هذا الولد عنده. هل لما اساله ده ابن مين وتربى ازاي ومين اللي رباه، اقترب من هذا الفتى او هذا الغلام وقال له يا ابني مين ابوك. سمحولنا ان احنا بنكلمها بطريقتنا اللي بنقول عليها بلدي شوية ولا عمية شوية. يا ابني مين أبوك؟ أنا أعرف أهل المدينة. قال له والله إني يتيم الأبوين. ولد طفل صغير ما قالوش اسم أبوه إيه حتى لو مات، قال له إني يتيم الأبوين. الراجل على قد ما حزن على قد ما فرح إنه ممكن يبقى الولد دوت في كفالته ولا يكون له أب هو كرجل ويكون هذا الولد ابنا له. قال له يا بني أترضى أن أكون لك أبا أو أبا؟ خليني أنا أبوك، تسمح لي؟ فقال له والله يعني أسألك بعض الأسئلة، أتكون لي أبا؟ فإن كنت جوعانا أطعمتني؟ قال له الرجل نعم. قال له أين كنت عطشانا سقيتني؟ قال له نعم. قال له أن كنت بردانا كسوتني؟ قال له نعم. قال له أئن مرضت تشفيني؟ وقف الرجل وقال له يا بني لست أنا من يشفي، وإنما هذا من فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. قال له أئن مت تحييني؟ قال له يا بني إنما الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. والفتى جاي يعلمنا ويعرفنا ويفهمنا يعني إيه إيمان كامل بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ويرد على الرجل في كلمات يقولها لنعيها ولنحفظها ولنحيا بها. قال له إذن يا عمي دعني لله الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. جل شأن الله، ولد طفل صغير يرد عليه الرجل يقول له نعم الغلام أنت. بنتعلم يعني إيمان كامل بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تعليم واضح في التوكل، هو بيقول لكل واحد فينا، بيقول لك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هي ديت الأسباب، هي ديت القوة الحقيقية. هو ده معنى التوكل يا جماعة، معنى التوكل اللي هو عكس التواكل، معنى التوكل اللي مبني على إيمان كامل واضح جدا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، عكس ما نقول
احنا كلنا مؤمنين بربنا، ده ربنا خلقنا ومش ممكن يسيبنا. احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى معنا في كل مكان، معنا اينما كنا، اينما كنا فالله سبحانه وتعالى معنا. سامحوني في اي تعبير ان اخطأت فيه او اصبت، نتيجه اني بتكلم بسرعه ولا بتكلم والجو حر، لكن ربنا يحفظكم يا رب. مسبب الاسباب وهدي العقول وهدي الالسنه لتنطق بما تعرفه العقول سبحانه، الله سبحانه وتعالى. نؤمن به بانه مسبب الاسباب، وبعدين نكسل شوية، وبعدين نقلق شوية، وفي أوقات نأجل شوية أو نسوف شوية أو نخاف، فما نروحش أصلا. ما نروحش فين؟ ما نروحش في أماكن العمل، في أماكن الجد، في أماكن الاجتهاد، في أماكن المثابرة، في أماكن الأخذ بالأسباب. واحد متوكل على الله ويقول لك انا هذاكر ليله الامتحان، الف مليون مبروك، ربنا يكرمك، بعرفني هتعمل ازاي. واحد متوكل على الله فخد بكل الاسباب، اللهم احفظنا واحفظكوا، وعمل برشامه ولا قالها غش ازاي في الامتحان. هو دوت من الايمان الكامل بمسبب الاسباب؟ حاشا لله. الجد والاجتهاد والعلم والتعلم وكل ما يجب ان نعرفه ونتعلمه، إذا كنا مؤمنين بمسبب الأسباب لابد أن نعمل بما جعله الله سبحانه وتعالى في قلوبنا وفي عقولنا وفي أنفسنا من أسباب نعرفها حق المعرفة. ودي سنة الحياة اللي ربنا علمها لنا، من جد وجد ومن زرع حصد. واضحة. إيه اللي بيخلينا نقعد شويتين نأخر الزرع أو نزرعه في وقت مش وقته ونرجع نشتكي بعد كده، أو نزرع ومنرويش الزرع، أو نتعلم؟ وده اللي بيحصل للأسف مع شبابنا ومع أولادنا ومع بناتنا، ونيجي نقول لهم توكلوا على الله، وهم ياخدوا ثقافة التوكل على الله. شاب اتخرج وعايز يشتغل، بس عشان يشتغل لازم يتدرب شوية، بس عشان يتدرب شوية يقولك لما اشوف الشغلانة تيجي الأول وبعد كده هتدرب. هل هذا متوكل على الله واخد بكل الأسباب اللي بنقول عليها شقين أو جناحين لطائر واحد؟ إيمان كامل بمسبب الأسباب وأخذ بكامل هذه الأسباب. عشان كده لازم نتعلم من دلوقتي، نتدرب، نتكلم، نعرف، نحفظ، نفهم، نتحرك، نخرج، نشتغل، ما نكسلش، ما نتعبش، ما نقلقش، ما نخافش، ما نقولش ربنا هيكرمنا والحمد لله احنا كده زي الفل. الحمد لله احنا من نعمة من ربنا وكده زي الفل، ونعمة الرضا نعمة رائعة، لكن لا تكون أبدا إلا لنفس مطمئنة، مطمئنة بذكر الله، متعلمة من هذا الذكر أن الله هو مسبب الأسباب. على فكرة أنا بكرر الكلام، والكلام مش كلام في الدين، الكلام ده كلام في التنمية البشرية. ليه؟ هاتوا الدولار، وكمان ده كلام في الاقتصاد ودي شغلتي، هاتوا اي دولار، دولار العملة بتاعت الدولار الامريكي، وبصوا على وشه وبصوا على ظهره، سواء دولار واحد او فئة الاتنين دولار او الخمسة دولار او العشرة دولار او العشرين دولار او المية دولار، هتلاقيهم كاتبين in God we trust، يعني نحن نثق بالله سبحانه وتعالى، يعني هم مؤمنين بالله فمتوكلين على الله سبحانه وتعالى. على فكرة التوكل والثقة، وهنعمل لها حلقة في الثقة، لكن عايزين نعرف أنهم علموا بوجود الله سبحانه وتعالى، أنه مسبب الأسباب، هو الذي يهب هذه الأسباب. مش معنى كده أن احنا نقعد وهتمطر علينا دولارات إطلاقا، لكن اتعلمنا نجد ونتحرك ونذهب ونشتغل ونسعى في الأرض حتى نصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى مننا من عمل بجد وإخلاص وتفاني. وهقولها لكم، مش لازم تلاقوا عيالكم تعبانين ولا سخنين ولا درجة حرارتهم 40 فتبقى تاخدي بكامل الأسباب، لا. ده في واحدة أول ما ابنها يدفى شوية ويبقى 37.6 تجري بسرعة الدكتور وتدور بسرعة الدواء، تاخد بالأسباب لأنها مؤمنة بحبها لهذا الطفل. لكن لما نيجي نقول يا جماعة الولد عايز يتحمل مسؤولية، الولد عايز يشتغل، الولد عايز يتعلم لغة، الولد عايز يتعلم كمبيوتر، حضرتك محتاجة تتعلمي عشان تعرفي تتكلمي مع ابنك،
مفيش فقير يعطي غني وفقد الشيء لا يعطيه. ونقول عايزين من اسباب التوكل ان احنا كمان نفهم. حضرتك كأم تفهمي، وكأم ما شاء الله تعلمي بنتك، عشان لما تروح بيت جوزها هتتعلم الطبيخ. نقول لا، ما هي لما تروح تفرج وهي تروح بيت جوزها تقول له ما هو انا عمري ما طبخت في بيتنا، ونبدا نهزر ونضحك، وتروح هناك وتبدا تحصل المشاكل، ونقول ده احنا مؤمنين بربنا، ده نصيبها. ده انا بقول لكم في الطبيخ، مش بقول لكم في الشباب اللي بيروح يشتغل ويترفد من تاني يوم، او هو اصلا ما بيروحش يشتغل لان هو معتقد ان هو لما يستنى هتجيله الشغلانه الكويسه المرموقه. ليه؟ ما هو الله سبحانه وتعالى موجود معانا وبيرانا، ومش ممكن يخلقنا وينسانا، ما هو يبعت لنا رزقنا. ده مفهوم التواكل اللي احنا مش مؤمنين بيه اطلاقا، لكن مؤمنين بمفهوم التوكل. جماعة هنقولها ونكررها تاني قبل حلقتنا ما تخلص. التوكل إذا كان مفهوم واسع جواه مفاهيم مخصوصة مرتبطة ببعضها مكتملة مع بعضها بكل وضوح، الإيمان الكامل بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، والأخذ بكامل هذه الأسباب عشان يبقوا الاثنين مع بعض دراعين أو جناحين أو قوة واحدة ضاربة تعني التوكل على الله سبحانه وتعالى عشان يجينا رزقنا حق المعرفة. زي ما الطير ما بيقعدش يستنى في عشه ولا على الشجرة، لكن بيسعى ويطير يمكن بالساعات ويمكن يمشي أميال كتيرة جدا بحثا عن هذا الرزق اللي ربنا بيرزقه فيه. وإحنا إذا كان ربنا خلقنا للعبادة وما طلبش مننا الرزق، لكن طلب مننا بكل وضوح وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. على قد ما تاخد بالأسباب على قد ما يعطيك سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. كلام بكل وضوح نعلمه لنفسنا ونعلمه لأولادنا. نتوكل على الله سبحانه وتعالى، يبقى ناخد بالأسباب، نفهم المفهوم الشامل والأعم للأخذ بكامل الأسباب، ونعدهم على أيدينا في الدقائق. مفيش حاجة اسمها كسل مع مسبب الأسباب. أصلا نايم وتعبان ومش هقدر، لما يعني إن شاء الله هقوم دلوقتي، أصلا جسمي مدغدغ، فمن بكرة إن شاء الله. ده مش مع الأخذ بكامل الأسباب. مفيش حاجة مع الأخذ بكامل الأسباب اسمها تعب. أصلا تعبان، تعبت قوي امبارح في الشغل فمش هقدر أكمل النهاردة، مش موجودة مع الأخذ بكامل الأسباب. مفيش جبن لو بتاخدي بكامل الأسباب. تعلمي الأدب مع أبوك أو أمك، أو تعلم الأدب مع من يديرك أو يرؤسك وانت بتتكلم معاه في الأخذ بكامل الأسباب. مفيش خوف مع الأخذ بكامل الأسباب. ما ينفعش تبقى خايف ولا تبقي خايفة وانت بتاخدي بكامل الأسباب، وما ينفعش تهربوا مع الأخذ بكامل الأسباب. يعني إيه؟ يعني المكان ده لو هيبقى فيه مشكلة مش مهم نكون موجودين فيه. تاني بنكررها ونقولها يا جماعة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونراكم إن شاء الله في حلقة قريبة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.